وكل ما تقول له قال لك دولة الرئيس جالس يصير دولة الرئيس ضرب الشاطر أقصة سوي 50 نص إيش قد كانت تروح الربح عندك رقم لسنة من السنوات إيش قد أرباح حياة السياحة يعني هي مثلا يعني هي الهيئة متر واحد تجي سد بسدوية رواتب الموظفين هذا لا تربح ولا تشتغل ولا تقدم خدمة مخلينها المن اسمك رجل يهواي عن وحشة الليل إذا لا تربح ولا خدمة ها إن شاء الله هو دولة رئيس الوزراء عازم على تغيير الوضع القائم في هيئة السياحة وتعديل مسارها ووضع خطة استراتيجية للعمل بها أقول لك خويا فإن شاء الله أكو تغيير أقول لك أستاذ عمار هسه الله يساعد دولة رئيس الوزراء الله يساعد دولة رئيس الوزراء حتى تجعل ويا رجلها تريد دولة رئيس الوزراء يتدخل شنو شغل هاي السعادة والمعالي والسيارات والجكسارات والفلوس وكل ما تقول له قال لك دولة الرئيس شاش يصير دولة الرئيس ضرب الشاطر أقصة سوي 50 نص تال من تشتغل هاي المؤسسات اللي ما يشتغل أشيله أذبه ورا الحدود كل ما نحكي وقال لك دولة الرئيس سيطير دولة الرئيس شو يسوي دولة الرئيس أنا أردخت أستاذ عمار الله يستر دولة الرئيس ما نحن صلاحيات وين الشغل الموجود سندري غير تشريت مدير عام أنا تشريت مدير عام هو أنا رئيس الهيئة من البارحة اليوم أدق عليه ما يرد رئيس الهيئة بالاجتماع يا بعدنا تساؤلات هاي فلوس ناس هاي فلوس شعب انتم مؤتمنين انتم نايمين انتم تشتغلون اطلعوا يانا مو تطلعون من مع الناس التي يمكن ان تجاملكم انا ما اجامل احد انا اكو حقوق للشعب انت رئيس هيئة وانت وزير وين منجزك ليش ما تطلعون ليش ما ترد وانا خبرت المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام عندنا تساؤلات وياكم وباسر أتمنى من حضرتك أن تطلع وياي لأن هذا مال الناس ومال الشعب أما التذاكي والتلاعب بالمفردات أنا ما أقبله